السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أمال كيتشنز تي في. كل مرة نقول مش باش نطول عليكم، لكن للأسف ظروف الخدمة تضطرني إني ما نهبطش فيديوهات الفترة طويلة. اليوم رجعت لكم بفيديو مشتريات، وباش نبدأ بمشترياتي من موقع جوميا. الحقيقة المشتريات هذو مخذيتهم من مدة طويلة، أما حبيت نشاركهم معكم ونعطيكم رأيي بعد ما استعملتهم. الحاجة الأولى اللي شريتها هي ماسكارا من ماركة توب فيس، وهي ماركة تركية. السوم متاعها 11 دينار و900 مليم. أنا وقت شريتها كان فيها تخفيض كبير. حالياً المنتج هذا متوفر على موقع جوميا ب 13 دينار و750. اسم الماسكارا بالتحديد ستايل إن ستايل كيرل ماسكارا. الحقيقة خيرت الماسكارا هذه لأنه رموشي قصار، ومن مميزات الماسكارا هذه أنه تزيد تطولهم وتعطيهم فوليوم. البراس متاع الماسكارا هذه كوربي، تعاون برشا وقت نطبق الماسكارا على العيون، خاصة بالنسبة للناس اللي كيفي اللي ما يستعملوش الماسكارا ديما وما عندهمش خبرة كبيرة في الميك اب. الحقيقة بعد التجربة النتيجة عجبتني، ومش مبالغ فيها، شكل العين والمسكرة ما تعملش كوش كبيرة فوق الرموش. تنجموا تعملوا طلة على الآراء أو الريفيوز اللي خلوهم المستخدمين تحت المنتج في موقع جوميا. المنتج هذا متحصل على 4 نجوم. أنا عديت الكوموند هذه في آخر شهر نوفمبر اللي فات، يمكن ياسر في البلاك فرايديز ما نذكرش. ننتقلوا للحاجة اللي بعد، واللي هي روسور ديبيلاسيون. هذا سبق وخذيت من موقع جوميا المنتوج هذا وعجبني، يريح خاصة بالنسبة للبشرة الحساسة. بالنسبة لي بشرتي حساسة وما نستحملش اني نستعمل السير برشا مرات، لذا خيرت اني نشري المنتج هذا. نحسه عملي ونجم نهزه معايا في الساك ونتنقل. خذيت هذا الأختي، السوم متاعه في الفترة هذيك 9 دينارات. حالياً كان تعملوا طلة على موقع جوميا تلاحظوا أنه متوفر بأسعار تتراوح بين 7 و12 دينار. نفس الموقع زيد اخذت سيروم فيتامين سي من ماركة دكتور راشيل، السوم متاعه 28 دينار. المنتوج هذا متوفر حاليا على موقع جوميا بأسعار تتراوح بين 27 دينار و300 مليم و35 دينار. السعة متاعه 50 مليلتر. المفروض انه السيروم هذا حسب ما موضح على السيت يساعد على التخلص من البقع الداكنة، ينقص من التجاعيد في البشرة، ويمنع ظهور تجاعيد جديدة، وإنه كونسنتري برشا بالهايدروليك أسيد اللي يعاون بطبيعة على تجديد خلايا البشرة. بالنسبة لطريقة الاستعمال، هي وضع قطرات منه على الوجه في النهار وفي الليل بعد تنظيف البشرة. باش نعطيكم توا رأيي بعد استخدام المنتج، اللي لاحظته إنه المنتج هذا يعاون على التقليل من بقع الحبوب القديمة
بالنسبة للبقع الداكنة ما لاحظتش تغيير كبير، يمكن لأني استخدمته لمدة مش طويلة برشا وما استعملتوش زادة بصفة يومية. لاحظت إنه فما تفتيح بسيط، والحاجة المؤكدة إنه يعاون برشا على ترطيب البشرة. السيروم هذا النجم نقوله إنه يصنف في الفئة الاقتصادية، يعني ما يعطيش نفس النتيجة اللي نجم نتحصل عليها مع سيرومات أخرى من ماركات أعلى سعراً. يمكن نظراً للسعر المتوسط، التركيز أو الكونسنتراسيون دو فيتامين سي مش عالية بالدرجة المطلوبة. المتداول إنه السيروم هذا يحتوي على 10% فيتامين سي، لكن الكلام هذا مش صحيح، لأنه إذا نقروا ليزانغريديون أو المكونات الموجودة على القارورة متاع الفيتامين سي، نلاحظوا إنه الفيتامين سي موجود تقريبا في آخر سطر، يعني مش بتركيز عالي، ماهوش معناها المكون الأساسي في تركيبة السيروم هذا. بالنسبة للفيتامين سي موجود الاسم أسكوربيك أسيد، كان تلاحظوا إنه موجود تقريبا المكون القبل الأخير في القائمة متاع المكونات المذكورة على القارورة. المنتج هذا صيني، فما منه زاد منتجات مقلدة. إذا نحبوا نتأكدوا إنه المنتج هذا أصلي، نجمو نستخدموا أبليكاسيون أو تطبيقة موجودة على الهاتف. التطبيقة هذه تمكننا إنه نسكانو الباركود الموجودة على العلبة متاع الفيتامين سي أو على الباكو متاعه كما وضحت لكم في الفيديو. بعد ما سكانيت الباركود، أو خلينا نقوله زادا المسح الضوئي للباركود، وقع تحويلي للموقع الرسمي للمنتجات الخاصة بالشركة هذه، مما يعني إنه المنتج هذايا أصلي ومش مقلد. آخر منتج خذيته من موقع جوميا، واللي عديته مع المنتجات اللي ذكرتهم سابقا، وأكثر منتج ما عجبنيش في الكوموند الكل، هو الباسوار أو المصفات هذه اللي المفروض تكون الكاليتي متاحة باهية متينة، لكن للأسف صار العكس. ياسر خفيفة رهيفة وسهل برشا إنه تصير لها ديفورماسيون. السوم متاحة 7 دينارات، حالياً متوفر على الموقع ب6 دينارات و400 ملي. الاستخدامات متاع المصفات هذه هي بالنسبة للي صوص، للي جريس أو ليموس. كما تشوفوا في الديتاي إنه المفروض مذكور إنه الباسوار هذه روبوست ودورابل، لكن في الحقيقة العكس تماماً. الاستخدام الأصلي متاعه هو لتصفية الزيت المقلي ولا الحاجات السخونة.
في آخر الفيديو مش نحط لكم مراحل الشراء أو التسوق على موقع جوميا عن طريق الهاتف. أول حاجة نمشو للابليكاسيون جوميا على التليفون، نختار المشتريات متاعنا بالبحث عن طريق البار دو ريشيرش، نضيف المنتجات متاعنا في الباني أو في سلة التسوق. كما موضح في الفيديو ندخلوا للباني، نتأكدوا من القائمة متاع المنتجات اللي حطيناها في الباني. إذا قررنا إنه المنتجات هذه سيتم شرائها، يتبقنا مرحلة فاليدي لا كوموند أو تأكيد الطلبية. بعد باش نختاروا طريقة التوصيل، أنا اخترت ليفريزون أ دوميسيل. كان تلاحظوا إنه ليفري دو ليفريزون أو ثمن التوصيل 10 دينارات على الكوموند الكل، بالإضافة لليفريزون أ دوميسيل فما طريقة جديدة متاحة للحصول على الكوموند متاعك، واللي هي ليفريزون أون بوان رولي أو التوصيل إلى محطات الاستلام. المحطات هذه متوفرة في بعض الولايات، نجم تستلم الكوموند متاعك مباشرة بالذهاب للمحطات هذه. أخيرا ننتقل لمرحلة باسي ماتنو، بعد نحدد المود دو بايمو أو طريقة الدفع، إما عن طريق كارت فيزا أو جوميا باي.
أو الطريقة التقليدية المعتادة وهي الدفع نقداً أو كاش عند الاستلام. أنا اخترت الطريقة الثانية اللي هي بطبيعة بي على ليفريزون. بعد نتعدوا الخطوة الثانية واللي هي باسي أو ريزومي، يعطينا الموقع تفاصيل على القائمة متاع المنتجات بالتفصيل، لادريس دو ليفريزون والميثود دو ليفريزون. آخر مرحلة هي فاليدي، دونك سيي الكوموند متاعنا تعدت، يعطينا الموقع نيميرو دو كوموند أو رقم الطلبية والدات التقريبية لوصول المنتجات هذه، أي موعد وصول الطلبية. الابليكاسيون هذه توفر لنا إمكانية متابعة الكوموند متاعنا بدقة عن طريق سويفي فوترو كولي. نجمو ندخلو للكونت متاعنا على موقع جوميا، تخرج لنا ليست باللي كوموند الكل اللي عديناهم عن طريق الموقع. نمشو للكوموند اللي حاجتنا بها، كيما تشوفوا انه تجاوزنا مرحلة كوموند افكتويي، معناها طلبية منجزة، وصلنا لمرحلة اون كور دو تريتمون بار لو فوندور، يعني انه يتم معالجة الطلبية عن طريق البائع، معناها البائع يتأكد من المنتجات متوفرة عنده ولا لا، او خلينا نقوله ببساطة هي المرحلة اللي البائع يحضر لكم فيها المنتج متاعكم قبل إرساله إليكم. كما تشوفوا نجمو نراقبوا مسار الكوموند متاعنا مرحلة بمرحلة لين نوصلوا للمرحلة الأخيرة واللي هي بطبيعة كوموند ليفري. إن شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم وفادكم. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم. تصبحون على خير.